بسم الله رب المخلوقين، سلام الله تعالى ورحمته وبركاته عليكم أجمعين. اسمي بسم الله رب المخلوقين، سلام الله تعالى ورحمته وبركاته عليكم أجمعين. اسمي يحيى، من الفصل الثامن من معهد اليسرى لتحفيظ القرآن. أقوم هنا أريد أن أتكلم معكم عن الموضوع شباب اليوم رجال الغد. الحمد لله ومصليا على محمد وآله ومن تلاه. فيا أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، فإن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا. ويا شباب الأمة اسمعوا وعوا، ما دمنا هنا ما دمنا نحيا، ماذا وجدنا منذ ولدتنا أمهاتنا حتى هنا، وما دمنا هنا ما دمنا نحيا، عما نبحث؟ عن ماذا نبحث؟ هل هو ينفعنا أو يضرنا؟ وهل هو خير لنا أو شر لآخرتنا؟ اعلموا أيها شباب الأمة أن هذه الدنيا فانية وليست خالدة، كما قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيا أيها شباب الأمة، أنتم شباب اليوم وستكونون رجال الغد، فلا تضيعوا أوقاتكم في معصية الله، بل استفيدوا من أوقاتكم بطاعته. واعلموا أيها شباب الأمة أن مرحلة الشباب أهم مرحلة في حياة الإنسان وأغلى ثروة عند الأمة، والإنسان الذي لا يعطي في شبابه فلا يعطي في بقية عمره. قالت حكمة العرب: فاقد الشيء لا يعطي. واعلموا أيها شباب الأمة، تحتاج أمتنا إلى الشاب القوي الجاد الذي يعطي أكثر مما يأخذ، ولا تحتاج أمتنا إلى الشاب الكسلان الذي يهتم بطعامه ومظهره فقط ولا يحب العمل والعطاء. فيا أيها شباب الأمة، هل تريدون النجاح بلا المجاهدة؟ كلا ثم كلا، هيهات هيهات لما تريدون. تريد النجاح ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أخير الكلام: ليس الفتى من يقول كان أبي، ولكن الفتى من يقول ها أنا ذا. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، واحفظهم من كل الفتن، وثبتهم على دينك، وسدد حاجاتهم، وسدد حاجاتهم. بارك الله فيكم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ثم سلام الله تعالى ورحمته وبركاته عليكم أجمعين. اليسرى تي في، menuntun umat dengan ilmu.